شيء بهالعملية هي جمعة الشباب على كل موسم. لما كل واحد بيجي بيترك كل شيء، كل شغله وكل رقده وكل تعبه، بيجي بيلتزم بالجوقة لأنه بيعرف عم يعمل رسالة. هذيك المرة جبنا مرتل من رومانيا، حمس على البيزنطي من وراء يوتيوب تبعنا. نشكر الله على كل شيء، نحن بنزرع شيء صغير وهو بيكبر لوحده، الله بيكبر. أهلا وسهلا فيكم جميعا بكنيستنا، بكنيسة القديس جورجيوس بأورشليم. احنا بنتشكركم على حضوركم. وإذا ملاك الرب وقف بهم. جوقة الجبل هي جوقتي من أنا وصغيرة، تربيت أنا وعم برتل فيها وعم بتعلم فيها، واليوم مناسبة حلوة كتير من بعد كل المشاكل والأزمات اللي برقنا فيهم. فهناك ملائكة يسبحونه بغير فطور، ورعاة يهتفون بتسبيحات لائقة قائلين. ثم عاد الرب فكلم أحازا قائلا: أطلب لنفسك آية من الرب إلهك. أول مرة منحضر أمسية فيها دمج بين الإنجيل وبين التراتيل، خلينا أنه نعيش جو الإنجيل بشكل والميلاد بشكل كتير مميز. هي أمسية إنجيلية بمعنى أنه فيها تداخل بين العناصر الترتيل وعناصر اللقاء الحر اللي بنعمله بالرسائل وب قراءة النص الإنجيلي. لأنه قد استأهل أن يشاهد رسم ذلك بحال لا تفسر، فإن الكلمة قد خرج طفلا جديدا من جبل البتول. صراحة اشتقنا لهيك أجواء ولهيك جوقات ولهيك أصوات، وميرسي كتير. جوزيف يزبك إزا بست، جوقة جبل لبنان بعدها بتفرحنا، بعدها بتدخل الفرح لقلبنا. شاتي مجروحة فيها يمكن لأنه كنت من أوائل المرتلين فيها. نحن دعم قوي للشباب وللجيل اللي طالع وللجيل القديم، واللفتة الحلوة اللي كانت هي تكريم الأجيال اللي علمتنا واللي نحن كلنا تتلمذنا على إيدها. والأمسية اليوم قد نقلتنا بالفعل إلى أجواء أخرى، إلى ترق لكي نكون متألهين العزم منذ اليوم. أتمنى لهذه الجوقة النمو في القامة وفي الحكمة وفي الأداء وفي الحب. أمسي الليلة بالفعل ما فينا نوصفها بكلمات عن جد، يعني كل مرة منحس أنه حضور ربنا أكتر بقلوب الشباب مثل ما حكي قائد جوزيف، ومنعيد الكل بالسلام يا رب والرجاء أهم شيء، وعقبال كل سنة. لا تخاف، آمن فقط. خلينا يكون نشيدنا كل يوم ونشجع بعضنا هيك لحتى نغلب الخوف اللي فينا، تنتصر المحبة، وهيك كل إنسان يصافح أخو الإنسان حتى لو كانت متبية دم، لحتى مثل ما عمل يسوع بالجحيم رفع آدم وحواء وخلاهم جالسين عن يمينه ويساره بمجده. آمين. كل سنة وانتم سالمين.